نددت الخارجية الإيرانية بالغارات الأمريكية على سوريا وقالت إنها تنتهك السيادة السورية، ونفت إيران بأن يكون القصف الأمريكي قد استهدف مواقع مرتبطة بها، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي عن قصف مواقع للميليشيات الإيرانية في دير الزور. من جانبه أفاد المرصد السوري بشن 3 ضربات جوية من طائرات أمريكية ضد مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة، وسط معلومات عن مقتل 6 من المسلحين من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى سقوط جرحى في صفوف الميليشيات. معنا من القامشلي شمال شرق سوريا مراسلنا هجار السيد للمزيد من التفاصيل حول هذه الأوضاع الميدانية وهذه العمليات العسكرية. تفضل هجار. نعم، تأتي هذه الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية في دير زور واستهدفت تمركزات للميليشيات الفاطمية وأيضا الزينبيين، وكما يضم عناصر من حزب الله، جاءت بعد أسبوع من القصف الطائرات المسيرة الإيرانية التي ضربت قاعدة التلف في البادية السورية، وأيضا إطلاق بعض الصواريخ على حقل العمر والذي يتمركز فيه قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية. وبحسب بيان القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أكدت فيه بأنها قامت بضربات جوية على دير الزور، وأكد القيادي جون الكولونيل جون بيتشن القيادي في القيادة الوسطى للجيش الأمريكي بأنهم نفذوا ضربات جوية على مستودعات أسلحة في دير الزور في معسكر الصاعقة والذي كان يضم عناصر من الميليشيات الإيرانية. وبحسب المعلومات هناك قتلى من الحراس من الميليشيات الإيرانية وخاصة من الفاطميين والزينبيين وأيضا عناصر من حزب الله اللبناني في تلك المنطقة. وتأتي هذه الضربات بعد أسبوع من التدريبات العسكرية الحية ما بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في قاعدة حقل العمر، وأيضا من جهة أخرى تدريبات حية لجيش المغاوير والأمريكيين في البادية السورية في قاعدة تنف. وبحسب المعلومات حتى هذه اللحظة لم ترد الميليشيات الإيرانية على هذا القصف، ولكن يوجد استنفار كامل على القواعد المتواجدة في دير زور في حقل كونيكو وأيضا حقل العمر وأيضا في قاعدة التنف، وهناك استنفار للقوات الأمريكية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد من الميليشيات الإيرانية المتواجدة في الميادين والبوكما. شكرا هجار السيد من القامشلي.